احمد لاصدقائي، بهذا الفيديو رح نحكي عن تطبيق ممتاز جدا والتطبيق صادق 100%. اصدقائي، قبل ما ندخل بشرح هذا التطبيق، بالنسبه لتطبيقي ان شاء الله من بكره او بعد بكره رح يبلش الدفع باذن الله تعالى. طبعا اصدقائي، رح نتخطى هذا الاعلان. مثل ما شايفين رح احكي لكم عن هذا التطبيق، ورح احكي لكم على عرض بيعطيكم تقريبا 1 دولار. العرض سهل جدا، رح نحكي عنه بهذا الفيديو. طبعا اصدقائي، في عندكم تسجيل دخول يومي، في عندكم خانة سبين، وفي عندكم خانة السحب، وفي عندكم المعاملات، يعني انت كيف جمعت النقاط وحالة السحب الخاصة فيك. اصدقائي، اذا بنروح على كلمة الاوفرز، مثل ما شايفين عندنا شركة الاوفر تورو. طبعا انا مشغل في بي ان على امريكا اصدقائي، الماستر يوم في بي ان. حاليا رح ننتظر بس لحد تظهر معنا واجهة الاوفر تورو. طبعا اصدقائي، هذا التطبيق لازم لما تشتغل عليه تشتغل على احدى الدول اللي بيسمح لك عليها التطبيق، وهي امريكا وكندا وفرنسا، وفي دول تانية بيسمح عليها التطبيق انه تشتغل. اذا ما بتشغل في بي ان على هاي الدول، راح يطلب منك انه تشغل في بي ان على هاي الدول. مثل ما شايفين اصدقائي، هون عنا الاوفر تورو. طبعا عندكم عروض الاوفر تورو، عرض التيك توك، وفي عندكم عروض تانية. في عندكم عرض راح نحكي عنه، بتقدروا تنفذوه بالاوفر تورو وبتحسنوا تنفذوه بالريفينيو. حاليا راح نحكي عن هذا العرض، هو اصدقائي عرض المست بلاي. مثل ما شايفين حبايبي، طبعا في عندكم عروض كثيره. هذا العرض مثلا بيعطيكم 1155 نقطه. اصدقائي، في عندكم الشركه الثانيه، وهي شركه الهانج ماي ادز، كمان موجود فيها عروض، بتحسنوا تشتغلوا على هاي العروض وتسحبوا. راح نشوف اصدقائي مع بعضنا طرق السحب المتوفره بهذا التطبيق. خلينا اول شيء نشوف العروض ونحكي عن العرض اللي راح ننفذه بهذا الفيديو ان شاء الله تعالى. اصدقائي، راح ننتظر بس لحد ما تفتح معنا خانه الاوفر ويل الخاصة بالهانج ماي اتس، وبعدين اصدقائي راح نكمل مع بعض. طبعا اصدقائي، الهانج ماي اتس اغلب بيعرف بيشتغل عليها، بتشتغل على في بي ان الماستريوم. مثل ما شايفين فيها عروض ايداع، فيها عروض تسجيل، فيها عروض بينجو، فيها عرض مثلا الفري كاش انه تجمع 2000 نقطة راح تاخذ 1 دولار تقريبا من الموقع، فيها البينجو هوليداي، وفي عندكم عروض كثيرة اصدقائي. مثل ما شايفين هون في عندكم عروض كثيرة. طيب اصدقائي، خلينا نتحول على الشركة اللي بعدها، هي شركة الميديوم باس. طبعا اصدقائي، شركة الميديوم باس في شغلة مهمة هون، هدول مو نقاط، هدول سنتات. اوكي اصدقائي، هدول سنتات. رح ننتظر بس لحد ما تفتح معنا واجهة هاي الشركة، ورح نحكي بالتفصيل عن العروض الخاصة بهاي الشركة. طبعا اصدقائي، انا ما بدي استطلاعات، انا بدي العروض العالية فقط. يعني انا ما بدي السيرفرات، بدي بس عروض الموبايل، وبدي عروض موبايل اندرويد بس. مثل ما شايفين سويت فلتر للعروض اصدقائي. طبعا هذا العرض يعني 13 دولار، مو 13 نقطة. انتبهوا من هاي الشغلة كتير منيح. وفي عندكم هون عروض، مثلا عرض كينج اوف افلون، وعندكم عروض كثيرة. طيب اصدقائي، العرض اللي رح نحكي عنه هو موجود بخانة الريفيو او ريفينيو. طبعا اصدقائي، هاي الشركة ممتازة جدا وبتحسب العروض بكل سهولة. رح ننتظر اصدقائي بس لحد ما يفتح معنا واجهة الشركة. مثل ما شايفين اصدقائي، هاي الشركة العرض اللي رح نحكي عنه هو عرض مست بلاي. طبعا اصدقائي، عرض المست بلاي بعد ما انت تحمل العرض وتنزله من المتجر لازم تكمل بالفي بي ان، يعني بتغير التوقيت وبتغير كل شيء، وبتدخل على التطبيق وتبلش تجمع نقاط حتى توصل للليفل 3. طبعا اصدقائي، بتوصلوا للليفل 3 بطريقه سهله جدا. في طريقه تانية راح اعلمكم اياها، لاني احتمال على الواجهه الايسلند يصير التطبيق يخرج معكم او يحس على الفي بي ان، فانتم مضطرين انه تعملوا مسح بيانات وترجعوا تسجلوا بنفس الايميل. اصدقائي، بتنزلوا تطبيق المست بلاي، ركزوا معي، بتنزلوا تطبيق المست بلاي على الواجهه الاساسيه، بتسجلوا بنفس الايميل اللي بتكون تسجلوا فيه بالايسلند. اوكي، بنفس الايميل بتخلصوا للواجهه الاساسيه تقريبا ليفل 2، بتنطوا ليفل 2 شوي قبل ما توصلوا ليفل 3، بتفوتوا على الايسلند بتكملوا لليفل 3، بيحسب معكم بطريقه سهله جدا. راح انفذ هذا العرض اصدقائي، وراح نكمل الفيديو ونسحب بهذا الفيديو مع بعضنا اصدقائي.
أصدقائي مثل ما شايفين أنا حاليا العرض ضغطت عليه وحولني على المتجر. أصدقائي مثل ما حكيت توقيت الهاتف ضروري جدا أن تغيره على السيرفر المتصل فيه أو البلد المتصل فيها لحتى يشتغل معك تطبيق المست بلاي. مثل ما حكيت بيسبب لك مشاكل بواجهة الأيسلند، فأنت سجل بنفس الإيميل بالواجهة الأساسية وكمله للليفل تقريبا قبل الليفل 3، بعدين كمله بالأيسلند بيحسب بدون أي مشاكل. أصدقائي طريقة مجربة، أصدقائي راح نجرب الطريقة ونخلص العرض ونكمل مع بعض. أصدقائي حاليا مثل ما شايفين هون نحن كسبنا 1700 نقطة، خلصت العرض أصدقائي. إذا راح نروح على المعاملات مثل ما شايفين هون أصدقائي من شركة الريفينيو مست بلاي أندرويد، يعني أصدقائي العرض بيخلص معكم خلال أقل من نص ساعة. أصدقائي العرض سهل جدا، فقط بده مثل ما حكيت انه تشتغلوا على الثغرة اللي حكيت لكم اياها، انه تروحوا تنزلوه بالواجهة الاساسية وتسجلوا بنفس الايميل، وقبل ما توصلوا الليفل 3 بتكملوه من الايسلند وبيحسب معكم مباشر. اصدقائي بالنسبة لخانة السحب مثل ما شايفين عندك 3 دولار ب 3600 نقطة، اوكي اصدقائي عندك الواحد دولار ب 1200 نقطة، في عندك هون باير كمان بتقدروا تسحبوا باير 1 دولار ب 1200 نقطة، وعندك 3 دولار ب 3600 نقطة. يعني اصدقائي بصراحة نقاط السحب ممتازة جدا، في عندكم هون فودافون كاش، في عندكم فري فاير، وفي عندكم شدات بوبجي. اصدقائي خلينا نسحب 1 دولار باير اصدقائي ونشوف التطبيق اذا بيدفع ولا ما بيدفع. راح احط محفظتي الباير اصدقائي ونكمل الفيديو مع بعض. أصدقائي مثل ما شايفين حاليا أنا سحبت من التطبيق. طبعا أصدقائي خلال 24 ساعة راح يوصل الدفع، التطبيق صادق 100%. مثل ما شايفين حبايبي هون أنا سحبت والدفع عندي بيندينج، إن شاء الله خلال 24 ساعة بتكون الدفعة واصلة وراح أشاركها بالمنتدى معكم كأثبات سحب أصدقائي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك واشتراك بالقناة، وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات قادمة.